لهذا خلق الله العباد. دلت الآية على أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهي القيام بما وجب عليهم في من عبادته وحده بترك عبادة ما سواه. ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوهم الثاني وهي العبادة، أي خلقهم، وتلك هي الربوبية، خلقهم ورباهم وهداهم، الهداية الأولى هداية الإرشاد والدلالة والبيان، ليفعلوهم الثاني إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. بذلك تتم العلاقة بين العبد وبين ربه. والقائلون لا مناسبة بين الخالق وبين المخلوق حتى نثبت بأن الله يحب عباده الصالحين وأن عباده الصالحين يحبونه، هؤلاء محرومون، لم يرزقوا الفقه في الدين. كيف تنكرون العلاقة بين الرب وبين عبده؟ العلاقة علاقة العبودية، أنت عبد، إذا حققت العبادة، إذا حققت العبودية فهي أعلى علاقة. هؤلاء لا يدرون ماذا يقولون، يجب إثبات هذا المعنى، المحبة بل هي خلاصة العبادة. من يدعي بأنه يعبد الله ولا يحبه لا معنى لهذا أبدا. العبادة المجردة عن محبة الله تعالى وتعظيمه والخضوع له والتذلل له ليست بعبادة. وقال شيخ الإسلام، إذا أطلق شيخ الإسلام هو الإمام ابن تيمية، وفي بعض المناسبات قد يراد به محمد بن عبد الوهاب. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. احفظ هذا التعريف، تعريف جامع مانع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل هذا الكلام أيضا تلميذه، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ما من صيغ العموم، ما يحبه الله ويرضاه، فبين ذلك من الأقوال والأعمال، من للبيان، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة كالصلوات والزكاة والإنفاق والجهاد والصيام وغير ذلك. الأعمال الباطنة محبة الله تعالى ومراقبته وخوفه والرجاء والرغبة والرهبة، هذه أعمال باطنة. العبادة تشمل كل هذا. إذا ليست العبادة مجرد أداء شعائر العبادة التي يعلمها الجميع، لكن حقيقتها غاية الذل مع غاية الحب، هذه هي العبادة. وقال أيضا، والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته، هذا تعريف آخر له، اسم يجمع كمال الحب لله تعالى ونهايته وكمال الذل لله تعالى ونهايته. أن تتذلل تذللا لا يستحقه غير ربك وخالقك وولي نعمتك. ومن التذلل المبالغ فيه السجود، تضع جبهتك أشرف عضو في الإنسان على الأرض تذللا لله وخضوعا له. لذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد،
لأنه بلغ الغاية في التذلل له مع المحبة والتعظيم والرغبة فيما عنده. ما أحسن تلك اللحظة التي يسجد فيها العبد لله تعالى مراقبا له ومعظما وراجيا. لذلك لا ترد دعوته في تلك اللحظة. من هنا تعلمون حقيقة العبادة، غاية التذلل مع غاية الحب والتعظيم، بحيث هذه المعاني تحول بينك وبين الالتفات إلى سواه في كل شيء، في السراء والضراء لا تلتفت إلى سواه، ويكون ما سواه عندك من مثل الجمادات، كما لا ترجو من الجمادات ولا تلتفت إليها عند الملمات والشدائد، كذلك تجعل جميع العباد بمثابة الجمادات في هذا الباب، بحيث لا ترجوهم ولا تخاف منهم، بل تنقطع لله سبحانه وتعالى. هنا تحقيق العبودية.